أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا
إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وعدنا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل رب احكم بي
قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى وترى الناس سكرى وما هم بسكرى صدق الله العلي.